بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. يقول تعالى في سورة الإسراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لو كان معه آلهة إلا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الإسراء جاءتا بعد قوله جل وعلا: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. يقول جل وعلا منكرا على كفار قريش وغيرهم من المشركين الذين زعموا أن هناك آلهة كثير، وأن الملائكة بنات الله، وأنهم يعبدونهم ليقربوهم إلى الله، منكرا عليهم أقوالهم ومبينا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستدل على عنادهم وكفرهم وأن اعتقادهم هذا غير صحيح، وإنما هو إله واحد أحد فرد صمد. قل يا محمد لهؤلاء المشركين: لو كان مع الله آلهة كما يقولون، وإنه ليس معه آلهة، لكن على زعمهم أن معه آلهة كما يقولون، إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يعني لوجدت هذه الآلهة كلها تتوقع وتتقرب إلى الله جل وعلا ذي العرش، المجيد. فأنتم يا كفار قريش لم تعبدون هذه الآلهة؟ اعبدوا الله وحده لا شريك له. لو كان معه آلهة لطلبوا القرب من الله جل وعلا صاحب العرش المجيد الكبير المتعال. يعني لوجدت هذه الآلهة تتقرب إلى الله ولا تعبد غيره، فلما أنتم تعبدون غير الله بزعمكم أنها تقربكم من الله؟ هذا خطأ في التصرف. لو كان هذا الشيء موجود لوجدت الآلهة تتقرب إلى الله، لكن هذا ليس بصحيح.
وهو زعم خاطئ. هذا قول في تفسير هذه الآية الكريمة قال به جمع من علماء السلف، وقيل في معناها كما روي عن ابن عباس وغيره أن المعنى يختلف عن هذا، أنه لو كان هناك إله أكبر من هذه الآلهة لوجدت هذه الآلهة تقرب من الله جل وعلا لتبطله ولتبطل ملكه وعبادته كحال ملوك الدنيا، فإنهم قد يتجمعون الضعفاء والصغار على الكبير ويبطلونه ويردونه ويمنعونه من التصرف. لو كان هذا موجودا لوجدت الناس والعامة والخاصة يعاندون هذا الملك الكبير، لكن ليس موجودا أبدا. قل لو كان معه أي مع الله آلهة كما يقولون من هم الكفار، وفي قراءة كما تقولون خطاب للكفار، إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، إما في التقرب إليه وموالاته فأنتم الأولى والأجدر بكم أن تتقربوا مثل هؤلاء الآلهة. وقيل المعنى لو كان هناك آلهة أخرى إله آخر لوجعت الآلهة يتنازعون على الألوهية، ووجدت الآلهة التي من دون الله تقرب من الله جل وعلا لتزيل ملكه ولتعانده ولتأخذ ما في يده. فالمعنيان كلاهما حق، وهذا من فصاحة وبلاغة كتاب الله جل وعلا، فقال بالقول الأول قتادة وجمع من العلماء، وقال بالقول الثاني ابن عباس وجمع من العلماء رحم الله الجميع. قل لو كان معه آلهة كما يقولون، يعني يزعمون كفار قريش أو كما تقولون، لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ثم إنه جل وعلا نزه نفسه وسبح نفسه وقدس نفسه عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فقال سبحانه وتعالى عما يقولون أن معه آلهة أخرى، سبحانه وتعالى تعاظم وارتفع وبعد عن أن ينال عما يقولون، لأنهم ظلمة ظلموا أنفسهم وظلموا حق الله جل وعلا فصرفوه إلى غيره. أما تعالى عما يقولون بأن هناك آلهة أخرى علوا كبيرا، علوا بعيدا نائيا ما يطال ولا يقرب منه أحد. نعم. يقول تعالى:
قل يا محمد لهؤلاء المشركين الزاعمين أن لله شريكا من خلقه العابدين معه غيره ليقربهم إليه زلفا، لو كان الأمر كما تقولون وأن معه آلهة تعبد لتقرب إليه وتشفع لديه لكان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة والقربة، فاعبدوه أنتم وحده كما يعبده من تدعونه من دونه، ولا حاجة لكم إلى معبود يكون واسطة بينكم وبينه، فإنه لا يحب ذلك ولا يرضاه بل يكرهه ويأباه، وقد نهى عن ذلك على ألسنة جميع رسله وأنبيائه، ثم نزه نفسه الكريمة وقدسها فقال سبحانه وتعالى عما يقولون، أي هؤلاء المشركون المعتدون الظالمون في زعمهم أن معه آلهة أخرى علوا كبيرا، أي تعاليا كبيرا، بل هو الأحد الصمد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل يجوز ربط العمامة على الخاصرة للمحرم؟ نعم يجوز، إذا ربطها على وسطه لتمسك الإزارة لا يسقط فلا بأس، يربط العمامة أو حزام أو كمر أو محفظة فيها نقود أو غير ذلك. يقول السائل: المرأة تربي أبناء حماها مع أبنائها وهم رضع ثم يكبرون، هل تحتجب عنهم؟ إذا أرضعتهم فلا تحتجب عنهم، وإذا لم ترضعهم مع جرة تربية أو تعليم أو تنظيف أو تلبيس ثياب أو تفصيخها فلا تكون المرأة محرما لهم إذا لم يوجد سبب آخر. وما أدري ما الأراد بحماها، أهو أخ زوجها؟ فنعم، أما إذا كان أولاد زوجها أولاد ضرتها فهي محرم لها أرضعتهم أو لم ترضعهم لأنهم أبناء زوجها. يقول السائل: هل ما يحصل للمسلمين من الفتن والحروب سببه عدم رجوعهم إلى الله عز وجل؟ نعم بلا شك، هذا هو السبب، ولو أن المسلمين رجعوا لكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بهما لضعف العدو مهما كان قويا أمامهم، لكنهم ضيعوا كتاب الله وسنة رسوله وعدوهم أقوى منهم عددا وعدا، فلذا سيطر عليهم وتغلب عليهم، وكان الأجدر بهم أن يأخذوا بالكتاب والسنة فيعملوا بهما وبما جاء فيهما ليسعدوا ولا يشقوا أبدا. يقول السائل: أديت عمرتي وأريد أن أخرج إلى الطائف وآتي بعمرة أخرى، لا بأس عليك بهذا، لأنك تأتي من الطائف من الميقات
فتحرم من ميقات ذي الحليفة، ميقات الجحفة، ميقات الطائف، ميقات السيل، تحرم منه وتدخل مكة بعمرة. يقول السائل: ما تنصح به شباب السنة الذين فتروا عن الدعوة إلى منهج المصطفى وانشغلوا بالدنيا، وهل سيحاسبنا الله جميعا عن تبليغ دينه؟ لا شك أن العبد مسؤول عما أعطاه الله جل وعلا ومكنه منه، سواء كان علما أو مالا أو جاها، وإنما عليه أن يبرئ ذمته ويسعى جاهدا في صلاح المسلمين وتبيين الحق لهم حتى يسعدوا، ولا يهمل حاله ويترك إخوانه المسلمين ويشتغل بالدنيا، إنما الاشتغال بالدنيا جائز مع الاشتغال بما ينفع العبد في الدار الآخرة. يقول السائل: والدي ووالدتي متوفين ولي 4 بنات وزوجة ولي أرض ومال، كيف أوزعهم عليهم مع العلم أنه سوف يتم الآن بعد الوفاة؟ الله جل وعلا تولى قسمة الميراث بذاته سبحانه وتعالى، لم يكل قسمة المواريث إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، وإنما تولاها بذاته، فعليك أن تترك ما خلفت، والله جل وعلا قد بين نصيب كل واحد من ورثتك، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثين، والفرق بينهما لأولى رجل ذكر، الفرق بين الثلثين والثمن ما زاد عن ذلك فهو للعصبة الإخوة والأخوات إن كانوا، وإن لم يكونوا فأبناء الإخوة فقط. يقول السائل: ذهبت إلى جدة وبعدها تسوقت في باب مكة، وعند عودتي قمت بالاغتسال ولبس لباس الإحرام، وأتيت إلى مكة وقمت بأداء مناسك العمرة عن أخي المتوفى، هل هي عمرة مقبولة إن شاء الله؟ القبول أخي عند الله جل وعلا، لا يعلم عن ذلك غيره سبحانه وتعالى، فهو الذي يقبل عمل العبد أو يرده إذا كان يستحق الرد، وثق بأن ربك لطيف بك وبمن حولك من إخوانك المسلمين، وسيقبل عملكم إذا كان صواباً موافقاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخلص العمل لله والله جل وعلا سيقبله إن شاء الله. يقول السائل: ما هو أهم شيء تعجب أو تحب علي عمله والعمل به؟ يجب عليك تعلم كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخاصة ما تحتاجه في يومك من صلاة وزكاة وصيام وقراءة للقرآن وعمل بطاعة الله جل وعلا حسب استطاعتك، والله جل وعلا
لا يضيع أجر من أحسن عملا. يقول السائل: كان لقب عائلتي هو عبد الله، وتحول بعد الزمان إلى عبد اللاوي، فهل يجوز لي إبقاؤه أم تغييره؟ عبد الله وعبد الإله كلاهما سواء، ما في فرق بين هذا، ما دام معبد لله تعالى أو لاسم من أسمائه سبحانه وتعالى أو لصفة من صفاته سبحانه وتعالى فهذا جائز. يقول السائل: هل يجوز للمسؤول المباشر أن يعطيني راحة يوم من دون إعلام المسؤول الذي فوقه، وما هو ضابط ذلك؟ لا يجوز للمسؤول المباشر أن يعطي إجازة بلا شيء بلا عمل إلا بحسب ما يأذن فيه صاحب العمل. ما يجوز لصاحب المباشر العمل اللي باشر العمل الرئيس أو نحوه أن يقول لفلان تمتع بإجازة بلا شيء ولا عمل ولا يستحقها، وإنما لا يعطيه إلا ما يستحقه. يقول السائل: من كانت قاصدة العمرة وجاءها الحيض قبل الإحرام ولا تستطيع المكوث في المدينة إلا عدة أيام أو أياما معدودة، لم تطهر فيها، كيف تصنع؟ ما يلزمها أن تبقى في المدينة، وإنما تتوجه إلى مكة حتى وإن كانت حائضا، وتحرم وإن كانت حائض أو نفساء، فالحيض والنفاس لا يمنع الإحرام، سواء حاضت قبل أن تحرم أو أحرمت ثم حاضت فلا يؤثر هذا عليها، إنما إذا وصلت مكة وهي لا تزال في المحيض فعليها أن تمكث في البيت حتى تغتسل وتطهر ثم تؤدي عمرتها ولو بعد أيام. فأسماء بنت عميس رضي الله عنها زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولدت ابنها محمد ابن أبي بكر في الميقات، فأرسلت أبا بكر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع، فأرشدها المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن تغتسل لتخفف أثر الحيض، ثم تعقد النية بالإحرام في الدخول في النسك حتى وإن كانت نفساء. وعائشة رضي الله عنها في الطريق إلى مكة بعدما أحرمت من الميقات أتاها الحيض، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال: ما لك؟ أنا فستي، يعني أصابك النفاس؟ قالت: نعم. قال: لا بأس عليك، افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فلا بأس على المرأة إذا حاضت قبل الإحرام أو بعد الإحرام أن تدخل مكة وتبقى محرمة حتى ينقطع حيضها وتغتسل ثم تؤدي عمرتها أو حجها. وأفعال الحج كلها يجوز أن تعملها الحائض والنفساء ما عدا الطواف بالبيت وما رتب عليه كالسعي الذي يكون بعد الطواف، فتؤخر الطواف والسعي حتى تطهر.
يقول السائل: هل يجوز أن أجمع الصلوات إذا كانت مسافة المدة ومسافة الجلوس 6 أيام أم أكتفي بالقصر؟ تجمع صلوات 6 أيام يعني ما تصلي كل الأيام هذه تجمعها حتى تنتهي، هذا ضلال والعياذ بالله. إذا كان قصدك أن تجمع ما يسوق الجمع فيه الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا فهذا تجمع، وإن سافرت شهرا أو سنة الجمع لا بأس به، لكن تجمع صلوات 6 أيام في يوم إذا قدمت أو نحو ذلك هذا ضلال وترك للكتاب والسنة، ويخشى على صاحبه من الكفر والعياذ بالله. فعلينا أن نهتم بالصلوات 5 في حال السفر وحال الإقامة، ونأتي بهما بها في وقتها، لا نقدم ولا نؤخر إلا ما يسوق جمعه تقديما أو تأخيرا. فمن حق المسلم إذا سافر من الصباح مثلا أن يجمع الظهر والعصر جميعا في وقت أحدهما، والوقت الذي يناسبه تقديما أو تأخيرا، ويجمع المغرب والعشاء في وقت أحدهما حسب المناسبة له تقديما أو تأخيرا. ولو استمر في طريقه هذا أشهر أو سنوات فله أن يجمعها واستمر على ذلك، لا حرج عليه، وإنما أن يؤخر الصلوات ليجمعها إذا وصل إلى بلده أو نحو ذلك هذا ضلال وخطأ. يقول السائل: ينقل لبعض الحجاج أو ينقل بعض الحجاج والمعتمرين حبات القمح إلى بلدانهم بدعوى أنها تشفي المرضى وتجلب الولد والبركة، فهل هذا يشرع؟ لا يا أخي، ما في بركة إلا ما يجعل الله جل وعلا فيه الشفاء، فالله جل وعلا جعل الشفاء في شيء معين معروف عند الناس، أما أن يأخذ حبات القمح من مكة ليستشفي بها فليس لها أصل هذا. يقول السائل: هل تخليل اللحية يكون بغرفة ماء مستقلة أم يكون مع المسحة 3 للوجه؟ تخليل اللحية يكون باليد بعدما يغسل الوجه بغرفة الماء، يخلل لحيته الكثيفة، وأما غير الكثيفة فإنها تغسل مع الوجه، حد الوجه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا إلى أسفل اللحية، كل هذا يسمى الوجه فيغسل. وإذا كانت اللحية كثيفة فيستحب تخليلها ولا يجب. يقول السائل: ما هو علاج الفتور والكسل عن العبادات؟ بالتضرع إلى الله جل وعلا وسؤاله، أن يسأل الله قائلا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي. وهكذا بالسؤال الله جل وعلا، ثم بمجاهدة النفس، لأن النفس والبدن يفتران ويحتاجان إلى مجاهدة، فإذا جاهد نفسه
فإن الله جل وعلا يعينه على ذلك. يقول السائل: هل يجوز زيارة منى وعرفات بعد الانتهاء من العمرة على سبيل الاطلاع لا على سبيل التعبد؟ زيارة منى أو عرفات أو مزدلفة على سبيل الاطلاع والمعرفة لا بأس بذلك، كما يخرج للنزهة، يخرج ليقيل تحت شجرة أو نحو ذلك، هذه يجوز في العادة، لكن على سبيل العبادة لا يجوز. يقول السائل: أحد المعتمرين وجد لقطة بالحرم فأخذ بها بنية التصدق، فلما بنية التصدق بها، فلما قيل له إن لقطة الحرم لا يجوز لك أخذها، دفعها إلى أحد المكاتب في الحرم، فهل عليه شيء؟ أولا، الأحسن بالمسلم ألا يأخذ اللقطة سواء كانت في الحرم أو في غيره، لأن اللقطة لها التزام لا بد أن يلتزم به المرء ولا يستطيع ذلك، فترك اللقطة في مكانها أولى حتى يعود عليها صاحبها، أولى له، فإن أخذها فيلزمه تعريفها، ولا يجوز أن يعطيها لشخص ربما لا تبرأ ذمته بتعريفها ولا يستطيع ذلك. يقول السائل: كيف يصنع العامي وطالب العلم فيما يحصل بين أهل العلم من خلاف، وهل من تبين له أحد القولين هل له أن يبدع إخوانه أو يهجرهم؟ لا يا أخي، هذا من الجهل ومن الضلال أن يبدع من يخالفه، فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في كثير من المسائل، ولم يبدع بعضهم بعضا، ولم ينكر بعضهم على بعض، من ذلك الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم إلى الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم، اختلفوا في كثير من المسائل وهم متحابون متآلفون، وبعضهم تتلمذ على بعض، فلا يجوز للمسلم أن يبدع من خالفه، وإنما عليه أن يلتمس الصواب لنفسه ويدل عليه إخوانه إن عرفه. يقول السائل: امرأة أدت العمرة فطافت وصلت ركعتين ورجعت للفندق ولم تسعى، فهل عليها شيء لو عادت في اليوم التالي تسعى فقط أم تطوف مرة أخرى؟ لا بأس عليها، ولا يلزمها الطواف مرة أخرى، لكن المعتمر لو أنه طاف ثم سعى لكان خير وأحسن، الموالاة بين الطواف والسعي وإنهاء العمرة في اليوم الأول خير، وإذا شق على المرء فلا بأس عليه. يقول السائل: أنا من بلد يطبق فيه القانون الوضعي، هل يمكن لي الدفاع عن المجرم وألتمس له تخفيف الحكم؟ لا يجوز للمسلم أن يدافع عن المجرم ولا عن الفاسق، وإنما يتركه يأخذ عقابه وأدبه الشرعي الذي يستحقه. يقول السائل: عندي سكن شقق قسمتها بين الأولاد بنين وبنات بالسوية، لكن أم الأولاد
ما أعطيتها شيء فهل علي شيء؟ ما يلزمك أن تعطيها مثل أولادك إذا كان هذا في حال الصحة والعافية. في حال الصحة الخلاف بين العلماء رحمهم الله هل تجب التسوية بين الذكور والإناث أم يجب القسم الشرعي كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. ولا تقلب ولا تقضي ما تقضي مالك تنهيه ولا يبقى لأولادك بعدك شيء أو لا يبقى لزوجتك بعدك شيء، وإنما اقسم بينهم بالزائد وحسب الحاجة. يقول السائل: كلفتني جدتي بصدقتي 20 ريال إذا وصلت إلى مكة أضمنهم، فمن هم أولى الناس بالصدقة في الحرم؟ أولى الناس الفقير طالب العلم. إذا أعطيتها لفقير طالب علم فقد أحسنت، وإلا ففقراء الحرم كلهم أهل للصدقة. يقول السائل: الذي كتب له وصية بالدين وعلى أن يبيع السيارة وهو لا يملك إلا هي ويسدد بها الدين، والباقي يضعونه في مسجد وهو أعزب لكن له إخوة وأم، هل هذه الوصية صحيحة؟ لا يا أخي، ليست بصحيحة هذه، وإنما الصحة أن يسدد الدين كاملا قبل أن تقسم التركة، فإذا انتهى الدين فله أن يوصي بمقدار الثلث فقط ولا يوصي بكل ما يملك بمقدار الثلث إلا إن سمح له إخوته من الأم وأمه فيتصدق بها، وأما أن يتصدق بكل ما يملك وقد توفي فلا يسوغ له ذلك. يقول السائل: هل إذا كانت الدعوة إلى توحيد رب العالمين تؤدي إلى أذيتنا هل نتركها؟ لا تتركها ما استطعت، وعليك أن تصبر وتحتسب. إذا كانت دعوتك لتوحيد الله جل وعلا فعليك أن تصبر وتحتسب، فإن لم تستطع الصبر فلا بأس عليك بترك الدعوة. يقول السائل: هل يجوز الاحتجاج بشهادة طبية لتبرير غياب لشركة وطنية كانت أو خاصة، مع العلم أن الغياب لزيارة مكة لأداء العمرة؟ لا يا أخي، هذا تزوير. إذا زور شهادة على أساس أنه مريض أو نحو ذلك من أجل أن يعطى إجازة فهذا تزوير، وإنما يأخذ الإجازة لزيارة مكة، يأخذ الإجازة للعمرة، يأخذ الإجازة للحج براتب أو بلا راتب كما هو معروف لديكم. يقول السائل: حصل في قريتنا خلاف بين الأقارب، فقام بعضهم ممن تأثر بمنهج التبليغ ببناء مسجد غير مسجدنا الأول فأنكرنا عليهم. السؤال: هل يجوز لنا أن نعطيهم من الزكاة علما أن فيهم فقراء وأقارب؟ الفقير يعطى من الزكاة حتى لو خالفك في المبدأ والمنهج ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
فلا تمنع الزكاة عنه لكونه يخالفك في بعض الأمور، ولا يجوز للمسلم أن يوجد الخلاف بينه وبين إخوانه المسلمين ويعتزل مسجدهم، وإنما يصلون جميعاً ويتناقشون فيما بينهم ويرجعون إلى العلماء ليصححوا لهم ما اختلفوا فيه. يقول السائل: أقرب مسجد لبيتي يأتون بما يسمى صلاة الفاتح للطريقة التيجانية، فهل يجوز لي الصلاة في البيت أم لا؟ لا يا أخي، لا يجوز لك الصلاة في البيت، ولا تصلي مع من يخالف الصحيح، وعليك أن تكون لك جماعة تصلون جميعاً وتدعون إلى الله جل وعلا وتتركون البدع ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين والتمسك بالكتاب والسنة وترك البدعة، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.